وصلنا لفقرة التواصل الاجتماعي وحنبدأ مع تويتر وأهم هاشتاجاتنا لليوم. نتابع هاشتاجنا لليوم هو الفحص قبل الزواج، الذي أطلق منذ فترة ضمن الحملة التي تدعو لها وزارة الصحة بالمملكة لحماية المقبلين على الزواج وخصوصا الأقارب، بما قد يترتب عن هذا الارتباط من مشاكل صحية في حال وجود أي سبب يدعو للشك لدى أي من الطرفين. فالإصابة ببعض أمراض الدم الوراثية، فقر الدم المنجلي والثلاسيميا وبعض الأمراض المعدية كالالتهاب الكبدي الفيروسي ونقص المناعة المكتسب الإيدز، وذلك بغرض إعطاء مشورة طبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل، وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحياً. اللافت في الهاشتاج عودته إلى النشاط مؤخراً واستقطابه العديد من المغردين الذين دلوا بدلوهم حول هذا الموضوع، واخترنا لكم منهم الآتي: تغريدة لتغريبة تقول فيها مهم لبعض الأمراض فقط، أما العلل النفسية لا تكتشف إلا بعد الزواج، وأخرى لميم خالد الشريف يقول فيها فحص مهم لتفادي الأمراض الوراثية والجينية، وليته يشمل تأهيل المتزوجين في نواحي بناء الأسرة، كأن يعمل دورات ثقافية للجنسين. وأخيرا يضيف خالد الزغيبي قائلا لا يكشف عقلية الرجل أو المرأة، فمن الظلم إهمال جانب والاهتمام بجانب اختزال الفحص بنقاط معينة، هذا خلل يحتاج لنظر. الله يعافي الجميع مشاهدينا، ومستمرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر موقع سيدتي دوت نت منذ أيام خبر تعرض الممثلة السعودية مروة محمد لعملية قرصنة طالت حسابها على موقع فيسبوك، إضافة إلى بريدها الإلكتروني وهاتفها الجوال، ثم تم ابتزازها ماديا من قبل هاكرز اسمه خالد اللي طلبها بدفع مبلغ 60,000 ريال حتى يعيد لها حساباتها أو أنه يفشي أسرارها وينشر جواز سفرها. طبعا احنا اسفين للي صار معاها، وفريق سيدتي ان شاء الله حيحاول يتواصل معاها وحنعرف ايش اللي صار معاها في حلقات قادمه. اما الان حننتقل الى مواقع سيدتي دوت نت على الفيسبوك وتويتر وابرز ما جاء بها. مكياج بلقيس فتحي بين الهندي والرومانسي. تعتبر النجمه بلقيس فتحي من النجمات العربيات اللواتي يحافظن على جمالهن العربي الاصيل، فتظهر بلقيس دائما بمكياج وتسريحه مختلفه ومميزه عن كل مره، لهذا قدمنا لك في موقع سيدتي نت ابرز اطلالاتها الجماليه، فتبين ان معظم اطلالات بلقيس تنحصر ما بين المكياج الناعم والقوي جدا، فهي لا تحب الخيارات الوسطيه، وعلى هذا الأساس استدركنا أن مكياجها إما رومانسي حالم أو مكياج هندي قوي وواضح. طلقها بسبب هوسها بالنظافة ويطالب بتعويض مادي، هذا أغرب الأخبار التي نشرتها سيدتي نت بهذا اليوم، فبعد 4 سنوات من الزواج نفض صبر زوج تركي وتقدم للمحكمة بدعوى طلاق على زوجته التي أحالت حياته إلى جحيم بسبب هوسها بالنظافة، وكما طلب الزوج بتعويض مادي عن الأضرار النفسية التي لحقت به، وقال الرجل في الدعوى إن زوجته كانت تسبب له المشاكل إن مشى حافي القدمين في المنزل وتمنعه من استخدام المرحاض بعد أن تنظفه، كما أنها تثور غضباً في حال سقط شعره على السرير أو على الوسادة. فعلاً مشاهدينا كل أمر زاد عن حده نقص. فعلاً هؤلاء الأشخاص عندهم هوس بأي موضوع، يعني هم بيتعبوا اللي حواليهم. اليوم كنا نتكلم عن هوس النحافة، في ناس هوس النظافة، خير الأمور أوسطها. وسيدتي مستمر بعد هذا الفاصل. في سيدتي بعد الفاصل، تضييق الأنف أو توسيع العيون ونفخ الشفاه لم يعد بحاجة إلى عملية تجميل.